بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يطيب لي أن أعبر عن شكري وتقديري الخالصين لاتحاد الأكاديميين والعلماء العرب رئيسا وأعضاء وباقي الجهات المنظمة، وأخص بالذكر الدكتورة الفاضلة سيدة محجوبة العوينة رئيسة مكتب الاتحاد في المملكة المغربية الشريفة على الدعوة الكريمة من أجل الإسهام في إثراء محاور هذه التظاهرة العلمية الدولية المباركة التي ينظمها الاتحاد في ظرف كوني تحتاج فيه البشرية قاطبة إلى تضافر جهود جميع بني الإنسان من أجل تجاوز محنة هذا الوباء الذي أصاب كوكب الأرض بسلام إن شاء الله. نحن أمة التفاؤل، وحري بنا نحن المسلمين أن نتفاءل خيرا بتزامن تنظيم هذه الندوة العلمية المهمة مع حلول السنة الهجرية الجديدة 1442. نسأل الله عز وجل أن تسطع هذه السنة على الأمة العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. الموضوع الذي سأتناوله يتعلق بحفظ كلي النفس في زمن الوباء انطلاقا من رؤية مقاصدية أرجو أن تفي بالغرض وأن تحقق مقاصدها وأهدافها. فأقول وبالله التوفيق، من المعلوم شرعا وعقلا واستقراء أن الشريعة الإسلامية جاءت رحمة للعالمين، قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهذه الرحمة واليسر والسماحة تظهر بشكل جلي في طبيعة الأحكام الشرعية التي وضعت من أجل تحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل، كما يقول شيخ المقاصد الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي المتوفى سنة 790 للهجرة. وإذا كان جلب المصالح ودرء المفاسد من مقاصد الشريعة الإسلامية، فإن معظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروفة بالعقل، كما يقول الإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام المتوفى سنة 660 للهجرة. إذ لا يخفى على عاقل قبل ورود الشرع أن تحصيل المصالح المحضة ودرء المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره محمود حسن. وبالنظر إلى مقاصد التكاليف الشرعية في صلتها بأفعال المكلفين، فإنها تنتظم في ثلاثة أقسام، وهي الضروريات والحاجيات والتحسينيات. وهذه المنظومة الشرعية المتكاملة والمنسجمة هي التي تضمن للإنسان المسلم سبل العيش الكريم في علاقته مع بني جنسه باعتبارهم جميعا يستحقون الكرامة الإنسانية لذات الإنسانية مهما اختلفت أجناسهم وألوانهم، لقوله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومجموع الضروريات خمسة، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. وسأقف في هذه الورقة العلمية عند مقصد حفظ كلي النفس الذي لا تستقيم الحياة الكريمة إلا بتحقيقه والمحافظة عليه، ولا سيما في ظل هذه الظروف الصحية الصعبة والاستثنائية التي يمر بها كوكب الأرض بفعل سريان فيروس كورونا الذي يمس هذا المقصد الشرعي العظيم بشكل مباشر. نسأل الله عز اسمه أن يعجل برفعه إلى الأبد وأن يخلص البشرية منه. ويلاحظ شيخ المقاصد الإمام الشاطبي
أن هذه الكليات أو الضروريات الخمس معتبرة في كل ملة، وبخصوص حماية الأنفس، وبخصوص حماية الإسلام للأنفس، وهو المعبر عنه بحفظ النفس، فإن الشريعة الإسلامية قد أحاطت هذا المقصد الشرعي العظيم بتشريعات غير مسبوقة، وهناك تفاصيل دقيقة مبسوطة في كتب الفقه الإسلامي لا يتسع المقام لذكرها. ومن الأصول المقررة عند علمائنا أن الشرائع السابقة للإسلام أدلة معتبرة ما لم يرد ناسخ. ويذكر الشيخ الطاهر بن عاشور أن الشرائع كلها وبخاصة شريعة الإسلام جاءت لما فيه صلاح البشر في العاجل والآجل، أي في حاضر الأمور وعواقبها، وليس المراد بالآجل أمور الآخرة، لأن الشرائع لا تحدد للناس سيرهم في الآخرة، ولكن الآخرة جعلها الله جزاء على الأحوال التي كانوا عليها في الدنيا. معنى حفظ النفس، معنى حفظ كلي النفس، المقصود بحفظ كلي النفس كما يقول الشيخ محمد أبو زهرة هو المحافظة على الحق في الحياة، المحافظة على الحق في الحياة العزيزة الكريمة، والمحافظة على النفس تقتضي حمايتها من كل اعتداء عليها بالقتل أو قطع الأطراف أو الجروح، كما أن من المحافظة على النفس المحافظة على الكرامة الإنسانية بمنع القذف والسب وغير ذلك من كل أمر يتعلق بالكرامة الإنسانية أو بالحد من نشاط الإنسان من غير مبرر له. وحفظ النفس من الأمور المهمة التي نصت على حفظها جميع الشرائع السماوية. قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فقد حرم الله تعالى القتل في جميع الشرائع، واعتبر ذلك من أعظم الفساد الذي يقع في الأرض، رمز الحياة الكريمة والاستقرار الآمن. وقد فسر الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه هذه الآية الكريمة بقوله: المعنى من قتل نفسا واحدة وانتهك حرمتها فهو مثل من قتل الناس جميعا، ومن ترك قتل نفس واحدة وصان حرمتها واستحياها خوفا من الله فهو كمن أحيا الناس جميعا. وقد أشار الإمام أبو بكر بن العربي المعافري المغربي إلى جملة ما يستفاد من هذه الآية الكريمة، منها أن شرع من قبلنا شرع لنا أعلمنا الله به وأمرنا باتباعه، وأن من قتل شخصا واحدا فهو تعرض لأن يقتل جميع الناس، ومن أنقذ شخصا واحدا من غارق أو حرق أو عدو فهو معرض لأن يفعل مع جميع الناس ذلك، فالخير عادة والشر لجاجة. ومنها أن من قتل فقد سن لغيره أن يقتدي به، فكل من يقتل يأخذ بحظه من إثم، وكذلك من أحيا مثله في الأجر. وقد أشار العز بن عبد السلام إلى اتفاق الشرائع كلها على تحريم الدماء والأبضاع والأموال والأعراض، وعلى تحصيل الأفضل فالأفضل من الأقوال والأعمال. أشير في ختام هذه الورقة وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية الصعبة نستحضر بعض الضوابط الشرعية للوقاية من آثار هذا الوباء الوخيم على البشرية، وما ينبغي فعله والتقيد به في كل وقت وحين، حفاظا على الدين والنفس والعقل والمال والعرض، بوصفها مقاصد شرعية كريمة والتي نجملها في 20 نقاط. أولا، أجمعت الشرائع السماوية كلها على حفظ الكليات الخمس، وفي إطار حفظ كلي النفس فقد أمر الشارع الحكيم بالتداوي
من جميع الأمراض والعلل إلا الموت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وقال أيضا: تداووا فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء. ثانيا، أن من يتولى العلاج هم الأطباء وحدهم، ولا يجوز لغيرهم فعل ذلك، حتى قال علماؤنا: من تطبب ولم يكن من أهل الطب فتسبب في هلاك نفس فهو آثم ضامن. ثالثا، وجوب الامتثال للحجر الصحي كإجراء وقائي شرعي، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الوباء بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها. وفي هذا الهدي النبوي الشريف فائدة عظيمة، وهي التحذير من نشر الوباء ونقله إلى الأصحاء فتعظم البلية. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه إذا أرمضت عين إحدى نسائه لم يأتيها حتى تبرأ عينها. رابعا، الإيمان بالقضاء والقدر سلاح المؤمن، وهو لا ينافي الأخذ بالأسباب، لأن الأخذ بالأسباب من جملة الإيمان بالقضاء والقدر. الفرار من قدر الله إلى قدر الله، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. خامسا، كل محنة إلى زوال مهما اشتدت واستفحلت، ذلك أن جميع المقدرات في علم الله عز وجل لها أوقات معلومة وآثار محدودة وآجال مقدرة. سادسا، حسن الظن بالله عز وجل والصبر على البلاء والرضا بالقضاء والتسلح بالدعاء والالتجاء إلى خالق الأرض والسماء في هذا الظرف العصيب هو ما يجب أن يقوم به كل مسلم ومسلمة. سابعا، وجوب التعاون والتضامن الإنساني والاجتماعي مع الفقراء والمساكين والمحتاجين، والانخراط في جميع المبادرات الإنسانية الرامية إلى التخفيف من آثار هذا الوباء الوخيم. ثامنا، الحفاظ على العبادات ولا سيما الصلاة، التي من شأنها أن تجعل المسلم مصدر خير لأمته ووطنه وللإنسانية جمعاء، وهي أيضا تهذيب للنفوس وجعلها تسهم في توثيق العلاقات الاجتماعية الفاضلة وحفظ كليات الدين. تاسعا، ليس بالعلم التجريبي وحده يحيى الإنسان، بل هناك شيء أسمى وأعمق يتجاوز طب الأبدان، يحتاجه بنو الإنسان في كل زمان ومكان، ألا وهو نور الإيمان والثقة بالله ذي الجبروت والسلطان. والمسلم مطالب بأن يجمع بين الطب الروحاني وهو اللجوء إلى الله عز وجل والطب الجسماني، وذلك باستعمال الأسباب الشرعية التي لا تنافي التوكل على الله عز وجل. عاشرا، أن مستقبل كوكب الأرض وضمان حياة كريمة مطمئنة على صعيد هذا الكوكب، وأن تحقيق الأمن الصحي في ظل التعارف الحضاري الحاصل بين الشعوب والأمم وفي هذا الظرف بالذات هو مسؤولية جميع بني الإنسان، كما أن الدعوة إلى تضافر الجهود من أجل إسعاد البشرية كلها مطلب شرعي سامي تقره جميع الشرائع السماوية ويباركه الدين الإسلامي الحنيف. وبعد، فهذه إشارات وتنبيهات حاولت من خلالها أن أطرز هذا اللقاء العلمي المبارك، وقد اخترت أن يكون حديثي إليكم حول حفظ كلي النفس في زمن الوباء باعتباره مقصدا شرعيا شريفا عليه مدار مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة التي سمت بهذا الحق إلى أعلى مقام وأحاطته بجملة من الضوابط والأحكام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.